كنا مع المدرب بتاع القاهرة ده حوالي سنة ونص. آخر حاجة كنا نعملها إحنا نسافر ورا الشغل. بعد كده لما جاء المدرب الموجود ذاتي علمنا المكان إزاي نسانحين المكان والركبة وإزاي البيت توقف على المكاني لو هو مش موجود، إزاي نقفل شغل. الحمد لله كنا دلوقتي بنقفل شغل. مجموعة شغالة على مخرزات، مجموعة شغالة على حاجة اسمها الحشو بتكمل المخرزات، ومجموعة تجميع من الجماعة اللي ورانا دول، فيعني كل مجموعة بتكمل الثانية بأي شكل عايزينه بيجينا. لو شكل عادي يعني مثلا على الخشبة نفسها بيقول عايز الشكل ده. احنا عندنا حاجة في الشغل اسمها محزة، يعني الحاجات اللي بنستخدمها بنعلم بيها على المكان اللي هي الحاجات اللي بنعملها.